بعد ما كانت الكلمة للإعلان، عودة من جديد لنتابع أخبارنا ومضل بالعاصمة بيروت وإلى مكان أصدوا كبار نجوم العالمين والعرب ليغنوا فيه، وهو الأبي كلاب. الأبي كلاب اللي اختاره طبيب التجميل هراتش لحتى يحتفل بعيد ميلاده، وحب تكون أجواء العيد ميلاد أولديز من السبعينيات، وكان في حضور لنجوم ونجمات بتحبون كتير. كيف التفاصيل منتابع سوا. بصراحة أنا يعني فرحتي كتير كبيرة، تعرف ليش؟ لأن أول ما عزمت أصحابي ما فكروا، ما ترددوا مرة أو مرتين، دغري لبوا للعزيمة، وليلي رح تشوفوا إن شاء الله يعني نخبة كبيرة من نجوم أهل الفن والإعلام. فأنا يعني بحس أنا بين الطب والنجوم، عرفت كيف؟ عم بحس أنا نوع من الفنان مع هول الفنانين اللي أنت دايما تتعامل معهم، ونفس الوقت كطبيب كشغلي كمختص. فهو بس السر بيجي لأن نحن اختصاصنا جراحة الترميم والتجميل، تجمع بين الفن والطب. أمنيات كتير في شخصية، في سعيد المهني كمان، أنه بحلم يكون عندي مركز كتير كبير، إن شاء الله قريبا رح تتحقق، رح عم تيك سكوب هلا تتحقق هالأمنية كم شهر وتتحقق. أما سعيد الشخصي، إن شاء الله 2016 لقي شريكة حياتي. قداش بتعتمد على السمبليسيتي بالشغل؟ قداش بتعتمد انه تضل ملامحها للامراه قدامك واضحه ومثل ما هي على شويه تجميل؟ هو الاساس. في كثير ناس للاسف عم نشوف انه عم يغيروا الملامح، انه احيانا مش عم نعرفهم،
هو الاساس انه نحافظ على ملامحهم، وهذا برجع بقول سر انه بنعرفها، كنا نعرفها لما كانت هي اصغر، او بنقلها اذا ما انا فنانه بنقلها جيبي صورك لما كنتي اصغر 20 30 سنه قبل حتى نرجعها مثل ما كانت. اما السمبلسيتي بيقولوا انه الجمال بالسمبلسيتي بحد ذاته، يعني كل شيء يكون سيمبل هو بيكون الحلو. يوم سياحة تجميلية من أهم القصص بلبنان إذا بدنا نقول، خبرنا هيك قديش في دعم لهذا القطاع من الدولة؟ دعم هالأيام كل شيء واقف بالدولة، أنت تعرف يعني إنه بس بتصور ما راح يوصلوا تيدعموا يعني، لأن في أشياء أهم بكتير برأيي، بس صدقني عم تلعب جراحة التجميلية دور كتير مهم في سياحة التجميلية إذا بدك سياحة البلد، لأن يعني قديش تنبسط لما تسمع الزبونة تقول أنا جاي الصبح عمل عملية وعشية راجع تنقول إمارات أو whatever، يعني هذا بدل إنه قديش نحن بلبنان عنا حكمة شاطرين فينا نجذب، ولو وضعنا مش كتير مثل أيام زمان بس فينا نجذب، بعدنا واقفين عجرينا وبعد بنعملنا مليون حساب. نحكي أخيرا عن مشاريعك الجديدة المرتقبة، شو تحب تخبرنا؟ مشاريع بعد 10 أيام إن شاء الله عندي سفرة بباريس، راح ألقي محاضرة قدام أكثر من 300 طبيب عالمي، فإن شاء الله ادعوا لي توفيق إن شاء الله. شفنا لك مؤخرا على الانستغرام صورة بالاستوديو، خبرنا شو قصة الموضوع، معقول شو لك فنان غنائي محترف؟ لا لا أكيد لا أكيد لا، كل واحد حلو يكون يضل باختصاصه، مع أنه بحترم كل الأشخاص اللي بيطلعوا شوي من دومينهم، بس هذا ما بينطبق علي أنا، لأن أنا كل سنة تعودوا أصحابي الفنانين وغيرهم تعودوا أنه كل سنة بقدم غنية ديو مع فنانة معروفة. قبل سنتين كان مع حسناء مطر، سنة الماضية كان مع فل، لا ما بعرف اذا كنت موجود، لا هالسنه رح غني لوحدي ورح غني عبد الحليم، ومن اسحب الاغاني بدي وجه تحيه مايسترو اللي تعذب معي تنجح الغنيه. ان كنت حبيبي ساعدني كي ارحل عنك، او كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك، إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. بتحبي هرات؟ وقديش هرات بحبك؟ اليوم شو تتمني له بعيد ميلاده؟ بقول له يا رب يا رب يعطيه طول العمر والصحة والعافية، وهالإنسان قبل ما يكون حكيم إنسان مهم كتير كتير، وصديق غالي كتير كتير، ويا رب كل سنة أحسن من سنة، نحن على تقدم مستمر يا رب. شو بميز هرات برأيك لحتى كل العالم بتحبه؟ لأنه إنسان قبل ما يكون حكيم، بس هالقد بقول لك إنسان عنده إنسانية رهيبة بتفزع. رغب بدي أقول لك شيء، هي رافضة كليا فكرة تبين بالسهرات أو تطلع تغني. أنا ما بطلع. يوم بدها تطلع وتغني كمان. والله العظيم ما بطلع ما بطلع ما بطلع ما بطلع محل، والله العظيم. ولو ما غالي كتير كتير علي، كان عندي ظرف قاسي كتير 3 أيام، بس غالبته هو خليني أجي. حكي بالوما وحكي بالهم ودنيس
اكيد بتمنى له النجاح بعد اكثر واكثر اكثر ما هو ناجح، لانه هراتش بيستاهل كل خير وحدا طيب كثير وصديق بكل معنى الكلمه. اليوم النجمه او الفنانه هيك بشكل عام بتفضل ما تقول شو عامله عمليه تجميل او تعترف، بينما مع الدكتور هراتش بنحس الاشخاص اللي لجأوا للعمليه التجميل بيقولوا بيعترفوا. شو بتقول عن هذا الموضوع؟ ليك هو ما في حدا ما بيعمل نتفه بوتوكس او فيلر، بس مش بالطريقه اللي هن بيحكوا عنها. اكيد في ناس بيبقوا متصالحين مع نفسهم، في ناس بيحبوا يحكوا، في ناس ما بيكون لهم مزاج انهم يحكوا، في اوقات نحن بنحكي في اوقات ما بنحكي حسب. انا بتمنى له التالق والنجاح، ومثل ما دكتور هراتش ابتكر الكيرل ليفت وجمل كل هالستات بطريقه هينه وما فيها وجع، ان شاء الله بضل يخترع اشياء وبنضل نرفع راسنا فيه، لانه عم بكرموه بكل دول العالم. فكتير مهم انه شخص لبناني، هلا صحيح الاصل ارمني بس ولدينا بلبنان وتذكرته لبنانيه، كثير مهم شخص لبناني يطلع كل هالامور المهمه، يعمل كل هالانجازات المهمه. نحن نفتخر فيه، بدي اتمنى له عقبال 100 سنه من السعاده والفرح، وان شاء الله بنفرح منه سنة الجاي مجوزه. انا بقول له هابي بيرثدي، وان شاء الله دائما تدلك تصغر مش تكبر، وتعمل جمعه حلوه وهالفرحه تعمل كل اللبنانيين، لانه عيده هي مثل احتفال وبيجمع الكل. انا بتمنى له، اكيد هو شاطر وكثير يعني على طول بيفاجئنا باشياء جديده، بتمنى له العالميه والعمر المديد يا رب، ويضل مضوى ويضل معودنا على اشياء جنون، لانه الفنان بيبقى مجنون، وانا بحب هراتش لان عنده جنون. هلا انا ما بحب الاوفر، كل شيء اوفر، وما بحب اعمل شيء مش طبيعي، اما اذا هون شوي هون شوي هون شوي بس اكثر من هيك ما بعمل. مع انه الشاب يلجا لتجميل لمن يحتاج. اكيد اكيد، انا مثلا كان عندي ديفو بدقني، فلما انا عملته انسى، انا كنت فتت على الكاميرا وفتت، انا ما عم بحكي عن حالي كشخص بيطلع على الكاميرا، عم بحكي على انسان يرتاح مع حاله. كنت اخذت فرصتي وعم بطلع وعندي برامجي وكتاباتي بس انا بيني وبين حالي لما سحبت الفات اللي هون وصار فورم الدقنة غير، انا ارتحت. يعني هو ليك انا بقول شغله، كل شيء بيريح الانسان وبيكون فيه مش عم بيأذي حدا وعم بيكون هو مرتاح اكثر، وانصار العالم لإله مرتاح اكثر يعمله. بتمنى له كل شيء منيح على كل الاصعده، على الصعيد الشخصي، على الصعيد المهني، على الصعيد الانساني. هراتش بيستاهل، ومثل ما انك شايف كل سنه بينضاف وجوه جديده على عيد ميلاده، يعني هو محبوب. لانه هراتش هو طبيب بحب كل شيء طبيعي. اذا بتلاحظ هو اشتغل على التصحيح اكثر، ما بيحب الاشياء الكثير بدنا نقول مبالغ فيها. يعني مثلا اذا بدي احكي عن تجربتي معه، انا بعمل اشياء كثير خفيفه بالسنه وبتكون كثير بسيطه، حتى هو ما بيقبل. اذا انا بدي اعمل شيء شوي مبالغ فيه بيقول لي لا، فهو بيمنعني. هذا الشيء بيعطيه شويه يعني مش شوي كثير تميز ومصداقيه، فهو بيتميز بهذا الشيء. عندك الجرأة تقول انه انا مثلا لجأت لعمليه تجميل؟ لو بدي اعمل كنت عملت منخاري مثلا بس اكيد بحسن القصص. يعني انا عم بعمل عند هراتش اذا بدك زرع خلايا جذعيه هي لعلاج للبشره، فاكيد بقول انه ما هالشيء الغلط. يعني رقصني دخلك يا حبيبي، خليني حدك يا حبيبي، رقصني حي رقصني حي، رقصني دخلك يا حبيبي يا حبيبي القلب، حبيتك يا حبيبي القلب، ناديتك يا حبيبي القلب، حبيتك يا حبيبي بونسوار. أنا كتير مبسوط بوجودكم الليلة. أنا مقرر نعمل أشياء بعيد عن تقليدية، إذا بدكم أشياء جديدة. بتشكر كل الناس اللي بيكرموني، كل المؤسسات، بس أنا اليوم عبالي أنا كرم. شو رأيكم؟ لا زقفة أقوى بدي بليز، لأن اللي بدي كرمها بدي كرمها هي الإنسانة اللي كانت بتضلها تسهر علي وتبكي بالليل لما بتشوفني نايم على الكتاب، وتفرح لما بتشوفني أخذ أعلى علامات. بليز بدي كرم أمي
سوسي صغبة زريان. زقفة بليز لسامية شديلة. تعرفوا أكثر مني من الخليج حتى بالفيسبوك بالانستغرام او تويتر واتيفر ما بحطوا صورهم حتى بروفايل، بحطوا صور ولادهم او صور شي منظر او شي. اول امراه خليجيه كان عندها جرأة انه ما يكون عندها اي مانع انه ينعرض صورتها قبل وبعد، كانت ست بدريه سلمان. وهيدي الست اجت خصيصا من الكويت كرمال يومين حتى تحضر عيد ميلادي، وهي ما عندها فكرة عن المفاجأة اللي ناطرة. نحن بكل مناسبات هالمصورين واللي بيعملوا ريبورتاج بيضلوا يلاحقونا ويفرجونا للعالم بوجه حلو بشكل حلو بيطلع حلوة، وكمان بكلامنا بالانترفيوز بيفرجونا للعالم قديش نحن منحب العالم ومنحب الفن. بس ما حدا فينا بيفكر انه هول قديش بيتعبوا من بداية السهرة لاخر السهرة حتى يلتقطوا صور ويعملوا سكوبات. مقابل شو؟ شي مادي ما بتصور المادي بكفيهم. انا بدي اطلب كل هالبرس اللي شايفين وراي اللي بيضلوا يتعبوا وهلا صورونا شي مليون صورة بتصور، بدي اياهم على الستيج. وهالمرة نحن رح نصوركم صورة تذكارية. Happy birthday.